أفضل الوصفات لتبييض الأسنان. إن الابتسامة المشرقة والجميلة تعزز ثقة الشخص بنفسه، كما أن الحفاظ على نظافة الفم تجنب الإنسان العديد من الأمراض والالتهابات. ويمكن ببعض الخطوات البسيطة واتباع روتين يومي المحافظة على نظافة الفم والأسنان، ويمكن استخدام علاجات منزلية بسيطة للحصول على ابتسامة أشمل. وفي هذا الموضوع سيتم وضع طرق طبيعية لتبييض الأسنان بشكل طبيعي. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا صحتك في دقيقة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. طرق تبييض الأسنان طبيعياً. الخيار: بدلاً من استخدام المواد المبيضة للأسنان والتي تزيل البقع، يمكن تناول بعض الخضار والفواكه كالجزر والبروكلي وقشور البرتقال والنعناع لتفتيح لون الأسنان وتبييضها، فهذه الأطعمة تحافظ على لون الأسنان الطبيعي. قشور الموز: تحتوي قشور الموز على المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والتي تسهم في تبييض الأسنان، كما يوفر قشر الموز العديد من الفوائد الجمالية، ويمكن استخدامها عن طريق فرك الأسنان بها لمدة دقيقتين ومن ثم الانتظار لمدة 15 دقيقة، وتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، وتكرر هذه الطريقة مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع. زيت جوز الهند: من المعروف أن زيت جوز الهند له فوائد للبشرة والشعر، بالإضافة لذلك يمكن استخدامه في تبييض الأسنان، وذلك بسبب احتوائه على حمض اللوريك الذي يزيل البكتيريا المسببة لبقع الأسنان، كما أنه يمنح الفم نفسا منعشا. ويمكن استخدامه حسب الطريقة الآتية: تفرك الأسنان بكمية قليلة من زيت جوز الهند باستخدام الأصابع، تغسل الأسنان بالماء ومن ثم تستخدم الفرشاة، تكرر الطريقة صباح كل يوم. قشر البرتقال: إن المحتوى الحامض لقشور البرتقال يجعلها فعالة في تبييض الأسنان، كما أنه مضاد للميكروبات، وتستخدم قشور البرتقال حسب الطريقة الآتية: تفرك الأسنان بقشور البرتقال لمدة دقيقة أو دقيقتين، تنظف الأسنان بالفرشاة والمعجون كالمعتاد، تكرر الطريقة يومية لمدة أسبوع أو لحين ملاحظة النتيجة. زيت السمسم: يستخدم زيت السمسم لإزالة البقع عن الأسنان، وهو فعال لهذا الغرض بشكل كبير، ويتم استخدامه حسب هذه الطريقة. المكونات: ملعقة كبيرة من زيت السمسم. الطريقة: يوضع الزيت في الفم لمدة 15 إلى 20 دقيقة، يجب القيام بذلك على معدة فارغة. بعد مرور 20 دقيقة يخرج زيت السمسم من الفم، ومن ثم يغسل الفم بالماء. نكرر الطريقة مرة كل صباح. الفحم: يمتص الفحم الشوائب ويبيض الأسنان بسرعة وفعالية كبيرة، ومفيد لمنع تسوس الأسنان أيضا. ولاستخدام الفحم في تبييض الأسنان يتم اتباع ما يأتي. المكونات: كمية من الفحم المسحوق، فرشاة للأسنان. الطريقة: ترطب فرشاة الأسنان ومن ثم يوضع عليها الفحم، تنظف الأسنان بواسطة الفحم بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين، تكرر الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع. إن أعجبك هذا الفيديو من صحتك في دقيقة، فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.